بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله بداية جديدة للترم الثاني، فإحنا إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان شهر فبراير، امتحان متوقع لفصول الدمج، للنظام يعني نظام الدمج، امتحان دراسات اجتماعية. طبعا الامتحان بيبقى عليه 10 درجات في فبراير و10 درجات في مارس، والدرجة الأعلى بيتم اختيارها طبعا من المدرس، وبيتضاف عليها درجات المواظبة والسلوك. تمام، السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. هنا طبعا نظام الأسئلة لفصول الدمج كلها اختر. من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة؟ رأس المال ولا التربة ولا السوق ولا الأيدي العاملة؟ طبعا عوامل طبيعية يعني حاجة طبيعية من عند الله سبحانه وتعالى. رأس المال هنا المال بيتصنع، السوق برضو بيشتغل فيه الناس وفي المنتجات اللي الناس هم اللي صنعينها. الأيدي العاملة طبعا ده شيء بشري، إيد الإنسان اللي بتشتغل، يبقى أكيد التربة. يبقى من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة هي إيه؟ التربة. رقم 2، فلسطين هي أكثر الدول إنتاجا لإيه؟ للبن ولا العنب ولا الموالح ولا التمر؟ فلسطين هي أكثر الدول إنتاجا للموالح. رقم 3، أكبر الدول إنتاجا للحبوب. أكبر الدول إنتاجا للحبوب مصر ولا المغرب ولا السودان ولا العراق؟ طبعا هنا أنا بختار بين 4 كلمات كلمة واحدة اللي هي الصحيحة. أكبر الدول إنتاجا للحبوب هي إيه؟ مصر. يبقى أكبر الدول إنتاجا للحبوب هي مصر. رقم 4، تعد نقط المصدر الرئيسي لري الأراضي الزراعية في معظم الدول العربية. الزراعة المصدر الرئيسي لري الأراضي فيها، هل هي المياه الجوفية ولا الأمطار ولا الأنهار ولا البحيرات؟ ونخلي بالنا من السؤال ده، لو قال الري الرئيسي بالنسبة للأراضي الزراعية في مصر هنقول الأنهار، لأن احنا معتمدين في مصر على نهر النيل. تمام، لكن بالنسبة لكل الوطن العربي فهيبقى هنا ايه؟ الأمطار. يبقى تعد الأمطار هي المصدر الرئيسي لري الأراضي الزراعية في معظم الدول العربية. هنختار الأمطار. أختار الكلمة ازاي؟ بحط تحتها خط أحوط عليها أو أسركل عليها كده حوالين الكلمة، يبقى أنا اخترتها. لازم أكتبها يميس في النقط؟ لا، مش لازم نكتبها في النقط، بنختارها عادي كده مفيش مشكلة، بنحط خط تحتيها تحت الكلمة الصحيحة. رقم 5، من المحاصيل التي تدخل في صناعة الورق والخشب محصول الشعير ولا الذرة الرفيعة ولا القرص ولا البن؟ من المحاصيل اللي بتدخل في صناعة الورق والخشب وصناعة كمان السكر، المفروض قصب السكر، بس هنا النقطة دي أنا مش كاتباها، المفروض إن احنا هنختار قصب السكر. يبقى من المحاصيل التي تدخل في صناعة الورق والخشب والورق والخشب أو صناعة السكر محصول السكر. بكده يكون خلصنا الجغرافيا. أنا عاملة 5 نقط ب5 درجات. تمام، والامتحان زي ما احنا قلنا يا شباب عليه 10 درجات، 5 جغرافيا و5 تاريخ. ندخل بقى على سؤال التاريخ. المنهج اللي هو خاص بمنهج فبراير، عندي درسين، الدولة الأموية والدولة العباسية. وفي الجغرافيا درسين، اللي هو منهج فبراير اللي هو درس الزراعة في الوطن العربي ودرس المحاصيل الزراعية. يبقى كل امتحان فبراير يا شباب هما 4 دروس بس، درسين جغرافيا ودرسين تاريخ. قلنا درسين جغرافيا، درس الزراعة والمحاصيل الزراعية، ودرسين تاريخ، الدولة الأموية والدولة العباسية. برضو سؤال هنا في التاريخ، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. هنبدأ رقم 1، تأسست مدينة بغداد على يد مين؟ مدينة بغداد تأسست على يد مين؟ هارون الرشيد ولا أبو جعفر المنصور ولا المأمون ولا الأمين؟ هنا تأسست مدينة بغداد على يد أبو جعفر المنصور. على طول هحوط على الكلمة اللي أنا اخترتها، الاسم اللي أنا اخترته أبو جعفر المنصور، وطبعا الاختيار يكون كلمة واحدة زي ما عملنا في الجغرافيا بالظبط. نيجي بقى رقم 2، نقطة رقم 2، نقل أبو العباس عاصمة الدولة العباسية إلى الكوفة ثم إلى، هل إلى إيه؟ الأنبار ولا بغداد
ولا دمشق ولا القاهرة. طبعا هنا نقل أبو العباس عاصمة الدولة العباسية إلى الكوفة ثم إلى الأنبار. اخترت الأنبار، برافو علينا، اخترنا الكلمة الصح. هنحط خط تحت الكلمة اللي احنا اخترناها بس خلاص، ويبقى كده احنا تمام، ومش لازم زي ما قلت ان احنا نكتبها. تالت نقطة، قام بتعريب الدواوين. قام بتعريب الدواوين ايه؟ مين اللي قام بتعريب الدواوين؟ يعني ايه اولا تعريب الدواوين؟ دواوين هنا اللي هي كانت الوزارات اللي في الدولة الأموية، دي هي الدواوين اللي هي الوزارات، زي ديوان المالية اللي هي زي وزارة المالية حاليا، تمام؟ طيب تعريب الدواوين يعني ايه؟ يعني نخليها باللغة العربية، يعني هنا في سلطان أو ملك خلاها باللغة العربية لأنها كانت بلغات تانية زي اللغة الفارسية. يبقى قام بتعريب الدواوين مين؟ الأمين ولا هارون الرشيد ولا عبد الملك ابن مروان ولا عمر ابن الخطاب؟ لو قال لي مين اللي أنشأ الدواوين، طبعا احنا واخدين أيام ما خدنا الترم الأولاني الخلفاء الراشدين، اللي قام بإنشاء الدواوين كان عمر ابن الخطاب. طب مين اللي عمل الدواوين أو مين اللي عرب الدواوين؟ هيبقى عبد الملك ابن مروان. يبقى قام بتعريب الدواوين عبد الملك ابن مروان، وهنحط خط تحت عبد الملك ابن مروان، تمام. بعد كده عندي النقطة رقم 4، آخر خلفاء الدولة الأموية. ونخلي بالنا ان اخر خلفاء الدولة الاموية بعديه على طول كان بداية الدولة ايه؟ العباسية. اخر خلفاء الدولة الاموية مين؟ يا ترى هو مروان ابن محمد ولا عمر ابن عبد العزيز ولا المعتصم؟ تاني، اخر خلفاء الدولة الاموية يا ترى مين؟ مروان ابن محمد ولا عمر ابن عبد العزيز ولا المعتصم؟ طبعا المفروض كان في اختيار رابع، لان احنا بنختار كلمه ما بين اربع كلمات، يعني بيجيب لي في الامتحان اربع اختيارات، بختار منهم اختيار واحد اللي هو ان شاء الله بيكون صحيح. اخر خلفاء الدوله الامويه هو مروان ابن محمد. يبقى انا ايه؟ هحط خط تحت مروان ابن محمد، تمام. طب نخش على اخر نقطه رقم 5، عرف العام الذي تنازل فيه الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية بعام ايه؟ بعام الفيل ولا الوفود ولا الجماعة ولا الحزن؟ طبعا العام اللي تنازل فيه الحسن ابن علي عن الخلافة المعاوية هو كان حقنا لدماء المسلمين، كان حقنا لدماء المسلمين، تمام. لذلك سمي بعام الجماعة، لذلك سمي بعام الجماعة. الحسن، سيدنا الحسن، تنازل عن الخلافة رغم ان هو من حقه، ابن علي رضي الله عنه، عشان ما يبقاش فيه فتنة ويبقى فيه قتال ما بين المسلمين، يبقى لكي يحقن، يعني يمنع دماء المسلمين ويمنع القتل ما بين المسلمين والفتنة، فهنا تنازل عن الخلافة. لذلك سمي هذا العام بعام الجماعة، سمي بهذا العام بعام ايه؟ الجماعة. كده احنا حطينا خط اهو تحت ايه؟ الجماعة. يبقى انا كده عرفت نظام اسئلة الدمج، كلها اختر وكلها ممكن اختر او صح وخطأ او توصيل. التلات انظمة دول في الاسئلة دايما يا حبايبي لنظام الدمج، اما يكون السؤال اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين او وصل صل الف بب ما يناسب المعلومة في ب، او صح وخطأ، يعني نحط علامة صح او خطأ. دول دايما التلات اسئلة اللي مشهورين في امتحانات الدم. طبعا ياريت تتابعوني، وياريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان اي امتحانات انزلها لأولادي ان شاء الله يشوفوها معنا. نتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.